حي نظيف من أجل مدينة نظيفة، شعار اخترته الشبكة المقاطعية للشباب في مدينة زرات لحملتها التحسيسية الهادفة إلى تحويل المدينة إلى مدينة خالية من الأوساخ عبر تغيير العقليات السائدة. أشرف باسم والي تيرس الزمور على انطلاق الحملة التحسيسية التي تتجسد أساسا في حملة حي نظيف التي سيستفيد منها 200 منزل، سيتم ترقيمهم ووضع حاويات أمام تلك المنازل لفترة زمنية تصل 17 شهرا. وهذا المشروع ممول من طرف الاتحاد الأوروبي عن طريق منظمة أفريقيا 70 وديت، وهذا المشروع يتماشى مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية بأولويات الموسع في إطار مكونة النظافة. 100 أسرة في حي دماز بمدينة زورات سيوفر لها الشباب المنظم للحملة الآليات الكفيلة بتعويدهم على الأساليب المثلى للتعامل اليومي مع الأوساخ لضمان مظهر لائق لمدينتهم. هذا المشروع ممول من طرف الاتحاد الأوروبي عن طريق منظمة أفريكا ومنظمة هاديت. مشروع حي نظيف هو تستفاد منه 200 أسرة في حي زاني كلا من خلال التعبئة والتحسيس حول تقرير العقلية من أجل حي نظيف ومنه إلى مدينة نظيفة، ومنه مواطن واعي بمسؤولياته اتجاه منزله وشارعه ومدينته ووطنه. الشباب المنضوي في شبكة الشبابية لمقاطعة زورات انتقل من منزل لآخر ضمن جولة تحسيسية من أجل إقناع الأسر بأهمية النظافة وتبيان الطرق الاعتيادية للتخلص من الأوساخ من أجل ضمان نظافة المساكن والأحياء قبل أن توزع الشبكة عشرات الحاويات على أسر الحي المستهدف لتعويدها على التعامل مع الأوساخ انطلاقا من المنازل وحتى المكب الرئيسي بالتعاون مع فرق البلدية وفق مقاربة تشاركية. سيد أحمد أبو بكر سيرة، زورات، الموريتانية. للمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة وجهود المجتمع المدني بولاية تيرس الزمور نستضيف لكم مباشرة من مدينة زويرات السيد سيد باب والفاضل رئيس الشبكة الشبابية لمقاطعة زويرات. أهلا بكم معنا في مسائية الموريتانية. إذا هي حملة تحسيسية للحفاظ على نظافة مدينة زويرات. بداية، ما مدى تجاوب المواطنين معكم في هذه الحملة وما هي خطتكم لتوسيع الحملة لتشمل أحياء أخرى؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لنا في شبكة المقاطعية للشباب في مدينة زويرات لدينا مشروع حي نظيف من أجل مدينة نظيفة مدعوم من الاتحاد الأوروبي وعن طريق منظمة أفريقيا 70 وهديد. بالفعل هذا المشروع مشروع الهدف منه توعية المواطن حول رمي الأوساخ وخطرتها، ويستهدف 200 أسرة، وهي البداية بالتعاون مع بلدية زويرات ليتم المكب النهائي يتم رفض البلدية من المكبات ويمشوا شور المكب الرئيسي، لأن كل دار عندها حاوية. وبالفعل هذه المنازل اللي هم احنا استقبلونا بتمام الاريحيه والايجابيه وزين عندهم ذا النشاط اللي هو. طيب ما هي خطتكم لتوسيع الحمله؟ وذا النشاط ما هي خطتكم لتوسيع الحمله لتشمل احياء اخرى من المدينه؟ خطه كالتالي. نحن لدينا فكره، هاي الفكره تتمثل في حي زاني كله 200 منزل، وهذه 200 منزل ان شاء الله ربنا بعد منين يتم نجاح النشاط فيها تنتقل الى حي اخر. ونتمنى من الفاعلين في المجتمع المدني انهم اللي يتبنوا احياء اخرى، وبالطريقه اللي هي دور ينجح النشاط وينجح المشروع اللي هو في احياء المدينه وتصبح لدينا مدينه نظيفه خاليه من الاوساخ. كل الشكر لكم السيد سيد بابا والفاضل رئيس الشبكة الشبابية لمقاطعة زويرات، حدثتمونا من مدينة زويرات إلى ولاية